من بعد اتخاذها لقرار السفر لبلد عربي حيث كان من المفترض مغادرتها لدبي امبارحة، صرحت نارين بيوتي أنها ضيعت عليها الطائرة وهالرحلة تأجلت، فكان من المفترض حسب تحليلات الجمهور أنها حتسافر للأردن. اختفاء نور ستارز لعدة أيام من على السوشيال ميديا أقلق المتابعين والجميع، لتشارك أختها بنين ستوري أظهرت فيه نور وهي نائمة، حيث رجح البعض على أنها تعبانة أو تعاني من الاكتئاب، لهيك غابت عن الجمهور. لترجع نور ستارز من جديد وتتفاعل عبر الستوريهات وتشارك خبر شرائها لشنطة من أنذر وأغلى الشنط بالعالم واللي بتشتريها غالبا نساء الأعمال، حيث تتراوح سعر الشنطة بين 10,000 ل 500,000 دولار واللي من ماركة هيرمز العالمية. فشو رأيكم أنتو؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. وغيث مروان ايضا رجع من بعد غياب كتير طويل من على السوشيال ميديا وشارك هالبوست على انستغرام وعلق بيه: لما بتغيب الشمس شو بيطلع؟ اما لانا محمد فعم بتثير الجدل اخر فترة بستوريهاتها اللي بتغني من خلالها وتكتب جمل بيشوفها البعض مقصودة، حيث يعتبر البعض ان نور مار هو المقصود والبعض الاخر يرجح قمر الطائي او بيسان اسماعيل. ومن بين الجمل اللي تعلق عليها كانت: كل اللي راح قادرين نجيب مكانه وغيرها من الجمل. وبالحديث عن لانا ولين محمد فأعلنوا مبارحة عن ضيف الحلقة القادمة من برنامجهم خلونا نحكي واللي حيكون غيث مروان، حيث من المعروف عن برنامجهم أنه مليء بالحقائق والفضايح وكشف الأسرار، واللي شفنا من الإعلان أنهم فضحوا كراش غيث مروان. فشو هي توقعاتكم بالحلقة المقبلة؟ هاي جايز كيفكم؟ كتير طلبتوا مننا غيث مروان. اندمت أني طلعت الفيديو على اليوتيوب معي. أما نور مار فأثار الجدل بوقفته مع لين محمد بالوقت اللي فقدت فيه حسابها على انستغرام، فقام بنشر ستوري طلب فيه من المتابعين بعمل فولو لحساب لين الجديد على انستغرام، وردت لين بي: ثانك يو برو. فشو رأيكم بتصرف نور مار رغم أنه في إشاعات يزعم فيها البعض أنه في خلاف بينهم؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. صباح الخير جايز كيفكم؟ مثل ما شايفين أنا فايقة من الساعة 9 وهيني جيت على الجيم، فاليوم عنا تصوير وعم نحضر لشيء خرافي ما سوينا من قبل، ويوم الخميس رح تنزل حلقة كمان فكونوا جاهزين. الشيء الخرافي بعيدا عن البرنامج جايز، يا رب نقدر نسويه يطلع حلو مثل ما نحن بدنا، بس إنه الشيء نحن مسوينه أنتم كتير طالبينه منا، فنكونوا جاهزين.